وكان اعتقد، بس انا مش متذكره بالظبط اي اغنيه يا استاذ ايمن، بسم الله ولا كانت على الربابه. اعتقد ان كان من ضمن المواقف الحماسيه واللطيفه في نفس الوقت ان ما كانش فيه كورال، قال لهم ما ايوه فيش كورال، فلم العاملين ودربهم عشان هم اللي يغنوا، هم اللي يقوموا بدور الكورال عشان يقدر يسجل الاغنيه. ده معلومه صحيحه. هو طبعا ما كانش فيه طبعا يجيب كورال منين، هو صح؟ جاب ده بسم الله اغنيه، كان اول تسجيل لاغنيه بسم الله، ما فيش كورال، فجاب العمال في الاذاعه ودربهم سريعا ويعني مرنهم على الاغنيه وغنوا. اول تسجيل كان بكورال الاذاعه اللي هم العمال، بعد كده جت الفرقه اللمسيه وجا الكورال وعادوا تسجيل الاغنيه. يعني انت متخيل الحماس كان قد ايه؟ وبالمناسبه بما ان احنا بنتكلم عن الاغاني الوطنيه، يعني مش بس الحقيقه يمكن اغاني انتصار حرب اكتوبر طبعا العظيم، لكن حتى يعني حتى الاغاني ما بعد نكسة 67، يعني هو كان عارف ازاي يعمل توليفة ما بين ان هو احنا في حزن وفي احباط، ولكن في نفس الوقت ان هو بيشحن الناس مرة تانية وبيديهم امل. كان بيغني لمصر،